اهلا صحباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكون لاباس هدا وندخل للدار. راني ميته بالعياج، فولي فريمون نهضر لكم على لاسليف. صافي لونطون وانتم اشاك فوا تقسيوني، نقول لكم صبروا مازال ما راحش نجاوبكم دوكا، صبروا حتى انا نشوف الريزلت في روحي باش نجاوبكم. اي دوكا جاز عليا تقريبا شهر ونص ملي درت العمليه، تبدلت كاع حياتي. ماشي غير شي انت، حبيت نقول لكم بلي نحكي في ليكسبيريونس الخاصه تاعي، كل وحده وتجربه تاعها، كل وحده وليكسبيريونس، كل وحده وصحتها ولو كور ديالها. كاين ناس ما يقدروش يديروا تكميم، كاين بزاف ناس قلت لكم ديجا، كاين سيغتان راجل اللي لازم له تكميم، سيغتان بوا، سيغتان كاتيجوري تاع الناس، لازم تكوني صحتك 100% جيده، لازم فيها حاجات الطبيب اللي قرر ديري ولا ما ديريش، ماشي انا. هذه الحاجه الاولى. ثانيا انا ما حبيتش كان نهضر لكم في الديبي، وما حبيتش نكثر لي ديتاي حتى نلحق الريزولتا اللي انا تمنيتها. وثاني قلت اذا ما مرضتش، اذا ما صرا لي والو، اذا ما صراليش نزيف، ما صرا لي، ما وليتش نتقيه، ما طيح، باسكو قالوا لي عباك واش قالوا لي الناس يخوفوا فيا قبل ما ندير تكميم، طيح صحتك طيح وتمرضي تحكمك العنيمي. سيتو نيمبورت كوا، اغلبيه الناس يحكوا دي زيكسبيريونس ماشي تاعهم ويزيدوا يكذبوا. انا كذبوا عليا بزاف قبل ما ندير التكميم، قلت لهم في قلبي كذبوا ولا قولوا لي تموتي، قالوا لي حتموتي. انا انسانه نفهم حاله بلي كل واحد عنده راي في حياتي الشخصيه ولا في قرارات اللي تتعلق بجسمي وصحتي وكامل، يدي رايه ويروح. انا قررت ندير تكميم، قرار لا رجعه فيه، تسمى مهما كانت الايجابيات والسلبيات تاعو درتو ودرتو. جيت نحكي لكم على ليكسبيريونس تاعي. الوغ لي بروميي طون سيتي جوغ في الماكله، كما كنت نقدر ناكل والو، ومازالني ابخي ان موي دمي ناكل اون دو كويير اي سي تو. تخيلي انتي بوندون توت لا جورني تاكلي دو كويير تاع ماكله، تقدري تضربي بو دي هوغت ولا كاس حليب ولا لي ليكيد، ما نهضروش تقدري تشربي واش تحبي ليكيد. بصح كونسيرنون الماكله لحد الان مازالني ما نقدرش ناكل بزاف، هذه حاجة يعني مليحة هي بالنسبة لصحتي، وماشي مليحة بس كي تقعد تتشهاو شوية وديبو. هذه الحاجة المليحة مي كي تكوني أوباز وتشوفي الجسم تاعك كيفاش ولا نحيف، بيجاما تاعي كيفاش ولا تجيني، نوريكم هنا يا شوفوا. نقول لكم بلي أنا عانيت بزاف العام الأخراني ولا العامين الأخرانيين، مشاكل كانوا عندي في العائلة، موت بابا، طلاقي، كان عندي اكتئاب شديد سورتو في الصيف، ضربت ربع شهر وانا نهار كامل وانا ناكل، رحت لشرم الشيخ قعدت قريب شهر غير ناكل، تونس غير ناكل، الصيف كومبلي جوزتو كحل اللي فات، ماشي غير الصيف يعني جوزت دي بيريود لهلاي جوفكم، وين وليت نخرج ساعه في كحف الماكله، نعرف غير ناكل والغازوس بالفردوة تاع الغازوس. هذه لحقتني 98 كيلو، تخيلوا دخلت للبلوك وانا نوزن 98، واليوم بفضل ربي سبحانه بفضل ميرا كلينيك راني نوزن 78 عامين في شهر وعشر ايام تقريبا، وليت نوزن 78 كيلو، تخيلوا معايا ما شاء الله، بدون ترهلات بدون اثر سلبيه، صحتي الحمد لله يا رب. الوغ دوك نفهمكم في الاجراءات. الاجراءات كيفاش درت؟ انا درت سناني ديجا، كان في السنه الاولى قلت نزل لي غير هاد الطاقات هادو، هادي مازال عندي زوج طاقات باسكو لازم 3 شهر ابخي ما يديروا لي لي زامبلون باش يديروا لي يبلاصيو لي لي دون، هادو اللي ما عنديش فخكونتر، هادو ما غلفتهم وغلفوهم لي ميرا كلينيك، يعني بتقنيات حديثه جدا، عندهم تاني اون ماتيير بزاف بزاف شابه زيركون جو بونس اذا ما رانيش غلطه. دونك عندهم دي برودوي دو تري 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 بون كاليتي سوا بور لي دون ولا اوتر شوز، يديروا ميم زراعه الشعر، زراعه اللحيه اللي ما عند الرجال اللي ما عندهمش لحيه، لي فراطس البنات اللي عندهم الفيد في شعرهم، يديروا كلش. قلت لكم درت عندهم سناني تالموش لا كاليتي ودرت فيهم كونفيونس، زادو بروبوزاو لي قالوا لي مايا كي سمينا بزاف كي حابه دير تكميم، قلت لهم وي كاباب، عطاوني لو شوا تاع الشفط والنحت وعطاوني لو شوا تاع التكميم، اخترت التكميم. انا خيرت التكميم، علاش خيرت التكميم؟ لانه كان عندي جسمي كامل سمين، عندي كانوا عندي يدي ياسمان، شوفوا دوكا كانت عندي كلشي سمين، ليك وليك حوايجكش ولا ويجوني ليك وجاب لي ويجوني شكاره، لي كويس سمين، الحليطه ظهري سمين، رقبتي سمينه، لو دوبل مونطون كان هاك، كان لازم نشي ان كومبلي، ماشي يديروا لي شفط ولا نحت وينحوا لي كرشي وهذا ما كان، نو كان لازم نشي من الفوق للتحت،
انا بغي موالي يديروا الشفط ولا النحت اللي تكون عندها تخيت ان كور بارفي وعندها عليطه، تنحي هذيك الكريشه تنحيها. مي فمونكا كان لازم ندير التكميم. اصعب حاجه كانت عندي سيتي كي دخلت للبلوك، سيتي دور تخمو في الموت، تخمو في ماليكم، تخمو في درتو في حياتكم، يجوز شعرات تحياتك كاع بين عينيك. ومن بعد دخلت للبلوك هو يهضر معايا طبيب يفرم لي دار لي تشكا، رحت عاود فطنت لقيت راحي في شامبرتي كوم سي ما صرا والو والو. الانسان اللي يكون يخمم يدير تكميم لازم يخمم مليون مره، ويكون مقتنع، يكون مقتنع بلي ما راحش يزيد ياكل pendant une bonne période. لازم يكون مقتنع بلي لازم يحمل لي دولور شويه او ديبي، لازم يكون داير في باله كاع الاحتمالات تاع الالم الوجع السهر بلي ما يقدرش ياكل بلي يتشهى وما يقدرش يدير الحل. كيما دوك انا الكازوز، انا انسانه كنت نرعش على الكازوز، دوك الكازوز قرعاي محطوطه قدامي جاونا ضياف والله ما تجي في فمي بم غلطه ولو بين ريسكيش بصحتي لا ولو. لي غاتو لي شوكولا الحلويات لا باتيسري، ايماجينيو كو لا باتيسري تاع لانيفيرسير تاعي ما كليتهاش والله ما داقت لي هاك لليوم زلها في خاطري. وشنو بوغ لا بونكوز دوك نشوف انا روحي في المرايا عندي حوايج عامين ما لبستهمش جدد في الساشي كان يلبسهم دوكا ويز هابينس، راني كل يوم لبسه عندي دريسين قد الدنيا ما كنتش نلبسه. وبعد ما شفت تصاوري ولي فيديو تاعي بعد التكميم يعني دوكا كي راني نمشي انا فيك بال تاعي قاعده نقول حقا والله السمنه مقبره الجمال، السمنه مقبره الجمال. ذاتس ات، حباكم كنت سمينه وتشقد معاك لبسه ما نلقاوش نلبس، نحشم بروحي ما نقدرش نفيلمي روحي زعما وليت ما نقدرش نتصور بالطول، كان عندي واحد 6 شهور ما تصورش تصويره كومبلي حطيتها تلمو وليت نحشم بالكور تاعي ما نلقاش واش نلبس، نروح الحوان نقعد ندور بالو نلبس غير العبايات ولا غير الجبب، نروح ضيفه ولا جوني ضياف ولا نلبس غير جبه قدام صحاباتي نلبس جبه ما نقدرش نلبس بيجاما حيب شخصي غاف. لحقت لدرجه وين خلاص وليت نحس روحي كبيره على لاج تاعي، ما وليتش متصالحه مع ذاتي كما كنت من قبل. والحمد لله حبيت نقول لهم ميرسي ميراكلينيك، ميرسي بوكو، ميرسي انورميمون. في فوالا حبيت نقول لكم اذا راكم حابين ديروا بلونشيمون دونتير ولا راكم حابين ديروا زراعه شعر ولا حبيتوا كونسلطاسيون ولا اي تساؤلات عندكم ولا راكي اوباز وراكي حابه تعرفي ابوبري كاش معلومات ولا اي معلومه راكي حابتها كونتاكتي بيرا كلينيك، ديروا لهم ابوني كونتاكتيوهم هنايا باش تشوفوا التفاصيل اللي عندهم تقسيوهم يجاوبوكم ميم بوغ لي دون يديروا لكم دي دوفي كيما حبيتوا. هاكم ديرا حطيت لكم اون نوفيل فيديو اللي صورت لكم فيها كيفاش كانت حياتي قبل التكميم وبعده كي دخلت لوبيتال تو لي ديتاي تقدروا تشوفوهم هنا، دخلوا هنايا تشوفوا لا فيديو تاعي اللي بارطاجيتها لكم قبيله. اذا حبيتوا دعموني ام تي جيم ام تي كومونتير وعلاش لا حبكم.